جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. شيخ صالح، كما تلاحظون تكثر الاسئله عن الرضاع، ولعل الناس يبحثون عن ضابط يتقيدون به في هذا الموضوع ويرجعون اليه كلما مرت عليهم حاله الرضاع. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده، فهذا مقياس واضح أن كل ما حرم من النسب كالأخوات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخوات وبنات الأخوة والبنات وبنات البنين وأولاد البنات، كل ما حرم من النسب فإنه يحرم نظيره من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فيطبق هذا الضابط النبوي ويعرف الحكم الشرعي. ولا شك أن مسائل الرضاع مسائل متشابكة ومتشابهة، ولكن بالرجوع إلى أهل العلم اتضح الحق إن شاء الله.